أهلا بكم. ما تداعيات استهداف إيران لناقلات النفط في خليج عمان إقليميا وتوليا؟ وهل سيكون هناك إجماع دولي ضد طهران بعد اصطفاف بريطانيا إلى الجانب الأمريكي؟ وهل من الممكن أن تتطور الأحداث إلى توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران؟ الإعلام الإيراني والإعلام الإيراني الناطق باللغة العربية يقول إن هجوم خليج عمان رسالة إلى الساعين لشن حرب على إيران، ولكن إيران تنكر مسؤوليتها عن الهجوم وتوزع اتهاماتها على السعودية والإمارات والكيان الصهيوني. هل سيتخلى الأوروبيون عن إيران فيما لو استهدفت مصالحهم في الخليج؟ نضع تحت الضوء قراءة في التصعيد الأمريكي الأخير ضد إيران. نتابع هذا التقرير. ومزيد من القوات الأمريكية في مياه الخليج العربي شكل سيلا من التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، ما ينذر بحرب قد تتسع ساحتها. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الهجوم الأخير على ناقلتي النفط يعد تنفيذا للتهديدات التي أطلقتها إيران من أجل إرباك أسواق الطاقة واستهداف إمدادات النفط، لكن بومبيو لم يتحدث عن أي رد أمريكي محتمل على إيران، رغم تأكيده أن اتهامه طهران يستند إلى معلومات من جهاز المخابرات بعد نشر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لفيديو قالت إنه لزورق إيراني عند إحدى السفينتين اللتين تعرضتا للتفجير في بحر عمان. طهران نفت صلتها بالهجومين بتصريحات لوزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي قال إن تزامن الهجومين على الناقلتين مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران مثير للشبهات. وكان ظريف قد هدد الولايات المتحدة في مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في ألمانيا بأنها إذا منعت إيران من تصدير نفطها فإن عليها أن تتحمل العواقب. إذا اتخذت الولايات المتحدة الإجراء الجنوني لمنعنا من استخدام مضيق هرمز كممر آمن لمبيعات نفطنا، عليها أن تستعد للعواقب. إن منعنا من استخدام مياه الخليج لغرض أمننا القومي، فلماذا علينا أن نضمن أمنها؟ من جانبه أصدر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بياناً ألقى فيه اللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني في الهجوم على ناقلتي النفط، قائلاً إنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك. التطورات الخطيرة التي طرأت على مجريات الأحداث والعودة إلى استهداف السفن يشير إلى بداية تنفيذ تهديدات الأطراف المتنازعة في المنطقة، فبعد الهجوم على ميناء الفجيرة الشهر الماضي وتعرض ناقلتا نفط لانفجارات وحرائق في مياه خليج عمان قد تعيد المنطقة إلى حافة المواجهة، وأن المضي في مسار التصعيد الأمريكي الإيراني إما أن يفضي إلى صدام عسكري من الصعوبة بمكان التكهن بمداه جغرافيا وزمنيا، أو العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، والمصالح وتوازنات القوى ما سيحدد أي الكفتين أرجح. إذن مشاهدين الكرام، أرحب بكم مرة أخرى. وفي قراءة في التصعيد الأمريكي ضد إيران، استهداف لميناء الفجيرة وتلاه استهداف أيضا لناقلتي نفط في خليج عمان. إذن هناك تصعيد أمريكي ضد إيران. الإدارة الأمريكية تتهم إيران باستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، ونضع تحت الضوء تداعيات هذا الحدث. وأرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ حسين السبعاوي الباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا بكم، حياكم. وأيضا أرحب بالدكتور عبد الحفيظ محبوب أستاذ الجغرافيا السياسية من مكة المكرمة. وأيضا أرحب بالأستاذ محمد مجيد الأحوازي الكاتب الصحفي ينضم إلينا من ستوكهولم. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. إذن أبدأ معك أستاذ حسين، يعني في قراءة في التصعيد الأمريكي ضد إيران، يعني هذه الهجمات المتوالية، استهداف الهجمة في ميناء الفجيرة وناقلتي نفط في خليج عمان، التصعيد الأمريكي، الإدارة الأمريكية تتهم مباشرة إيران باستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، كيف قرأت وتابعت هذا الاتهام؟ أنا أعتقد أنه لا تستطيع إيران أن تقوم بمثل هذا الفعل بدون الرضا الأمريكي.
القوات الأمريكية ممتلئة في الخليج، ويعني والطائرات الأمريكية والأساطيل الأمريكية وخاصة المشات البحرية الأمريكية منتشرة في جميع مناطق الخليج العربي. وكيف وصلت هذه الألغام إلى هذه السفن بدون أن تراها الولايات المتحدة؟ أنا أعتقد هناك غلط طرف، وهناك يعني رضا أميركي لكل ما يجري. وما الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة إلا حربا كلامية وإعلامية فقط، لأنه لا يستطيع أحد أن يجرأ أن يقوم مثل هذا الفعل، وخصوصا في الخليج العربي مع وجود هذه القوات الأميركية البريطانية الدولية مع قوات دول الخليج والرادارات اللي موجودة والأواكس والطائرات المسيرة، ومن ثم يعني يقوم بتفجير. ليست مرة الأولى، خلال شهر 3 تفجيرات حدثت في منطقة الخليج. أنا أعتقد هناك رضا أميركي أو هناك غض طرف أميركي لما تقوم به إيران، وهو ابتزاز للعالم العربي والخليجي لما تقوم به إيران، وهي رسائل مزدوجة أعتقد للابتزاز الخليجي أكثر مما هي لمواجهة السياسة الإيرانية في الخليج العربي. الولايات المتحدة قادرة على لجم إيران، ولكنها غير جادة في لجمها وغير جادة في مواجهتها. نعم، أرحب بالدكتور عبد الحفيظ محبو أستاذ الجغرافيا السياسية، انضم معنا من مكة المكرمة. دكتور عبد الحفيظ مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبالتأهل. أهلا بكم. يعني لا تستطيع إيران أن تقوم بهذا الفعل دون رضا أمريكي، هناك غض طرف أمريكي على ما يجري، يعني كل هذا الأمر من أجل استفزاز السعودية وسحب الأموال منها، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ يعني أنا في اعتقادي القراءة هذه يعني أنا قد لا أتفق معها تماما، لكني دعني يعني أتجه نحو قراءة أخرى. القراءة الأخرى الحقيقة التوتر الموجود، يعني أنا أعتقد القرار اتخذ من قبل الولايات المتحدة تجاه إعادة المنطقة إلى السلم، ويعني الولايات المتحدة تتخذ سياسة التأثير المتدفق، بينما إيران الحقيقة تمحو نحو الخداع الاستراتيجي. الحقيقة يعني الموقف الدولي منقسم، يعني الولايات المتحدة تلام من قبل المجتمع الدولي، خصوصا أنها هي خرجت بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي تم التوافق عليه مع المجتمع الدولي في 2015، وخرج منه ترامب بمفرده في 2018. المجتمع الدولي منقسم ويريد أن يعني يؤكد للولايات المتحدة من أن العقوبات الاقتصادية ستؤتي أكلها، لكن الولايات المتحدة حقيقة مستعجلة، وإيران حقيقة غير مستعجلة، وإيران تلعب على وتر الوقت، خصوصا أن ترامب لديه انتخابات يعني أمريكية في 2020، ولذلك لا يريد أن يكرر خطأ بوش الأب بعد إخراج صدام حسين من الكويت، وفشلوا في إعادة ولاية ثانية. لذلك أنا أعتقد تركيز الولايات المتحدة، دعونا نقرأ قراءة وزير الخارجية حينما قال يعني لا نريد، يعني البيت الأبيض لا يرغب ملالي بأسنان نووية. لذلك بومبو وزير الخارجية يعني في آخر تصريحات حينما سألوه ما هي يعني المستقبل العمليات الأمريكية، قال نحن إيران لن تحصل على. أستاذ عبد الحفيظ، يعني أنت تتفق مع أن هذا الأمر وهذه الهجمات التي تنفذها إيران والاتهامات الأمريكية لإيران هي برضا أمريكي؟ يعني لا أقول برضا أمريكي، وإنما هو هناك غض طرف، لأن الولايات المتحدة لديها أهداف أكبر، أهداف أكبر، ولذلك أنت ترى هذه العمليات لم تحدث فقط في الفجيرة إلا قبل شهر، لأن هذه في بحر عمان وليست في منطقة الخليج. الحقيقة هذه التفجيرات لم تحدث في منطقة الخليج، الآن هناك طائرات مسيرة سعودية وأمريكية في منطقة الخليج، هناك يعني احتمال في الفترة المقبلة ستكون هناك حماية للسفن التي تعبر هذه المنطقة، يعني هناك خطة طوارئ قد تتخذها الولايات المتحدة.
لكن كضربة عسكرية أنا لا أعتقد إلا إذا كان أصرت إيران، لأن الحقيقة لأول مرة الآن إيران تقيم مؤتمرا صحفيا لإعلان خطوات نووية ردا على الانسحاب الأمريكي. سنتحدث عن موضوع الاتفاق النووي وحديث إيران أيضا عن أنها ستسرع في تخضيب اليورانيوم مرة أخرى رغم الاتفاق النووي مع الغرب. أرحب بالأستاذ محمد مجيد الأحوازي الكاتب الصحفي، انضم معنا من ستوكهولم. أستاذ محمد مرحبا بك. شكرا، تحياتي لكم ولضيفك الكرام. حياكم الله أستاذ محمد. أستاذ محمد، كيف يعني قرأت وتابعت الاتهامات الأمريكية لإيران باستهداف ناقلتي نفط في خليج عمان؟ ضيفي الأستاذ حسين السبعاوي يقول بأن هناك غط طرف أمريكي تجاه إيران، وكذلك تحدث الدكتور عبد الحفيظ محجوب. طبعا يعني الحديث عن تآمر أمريكي لاستهداف ناقلات النفط بمياه الخليج العربي وخليج عمان، أعتقد هذا الطرح غير عقلاني ولا يستند إلى واقع الصراع الحالي الذي تعيشه المنطقة، والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. صحيح في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما شاهدنا تمدد إيراني وهنالك تأييد أمريكي صراحة للتوسع الإيراني بالمنطقة، لأن كانت تعتقد إدارة أوباما يجب أن يكون هناك توازن قوة بالمنطقة ما بين الشيعة والسنة، والسنة تمثلهم السعودية، ويجب أن تكون هنالك دولة راعية للشيعة وهي إيران. يعني لأول مرة يستلم الملف الإيراني بالخارجية الأمريكية إيرانيين من أصول أمريكيين من أصول إيرانية وهم من اللوب الإيراني. فحتى الآن الإدارة السابقة، الإدارة الأمريكية السابقة، مستشارين أوباما و الديمقراطيين يدافعون عن إيران صراحة ضد العقوبات التي فرضها ترامب لانسحابه من الاتفاق النووي، هذا جانب. ولكن الآن بالواقع فعلا هنالك صراع وهنالك يعني مواجهة حقيقية تشهدها المنطقة الآن ما بين أمريكا وإيران، والعقوبات الأمريكية الصارمة التي فرضت على إيران وقلصت التصدير النفط الإيراني مليونين ونصف برميل يوميا إلى 400,000 برميل يوميا، هذا يدل بأن أمريكا جادة وصارمة هذه المرة بفرض عقوبات قاسية على النظام الإيراني. الإيرانيين لأول مرة اليوم تحدثوا بصراحة، تحدث المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة الذرية بأن إيران ستنتهك الاتفاق النووي وتقوم. كيف تفسر أستاذ محمد مجيد يعني تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي عندما ينفي صلة إيران بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان؟ الواقع يقول أن إيران لديها مصلحة، وهذا الخيار الوحيد الذي متاح ومطروح للإيرانيين لمواجهة العقوبات الأمريكية، لأن الإيرانيين يدركون بأن العقوبات الأمريكية الآن عقوبات قاسية جدا، وباعتراف ظريف وزير الخارجية بأنه في حال وصل تصدير النفط الإيراني إلى 600,000 برميل يوميا ستكون الحكومة الإيرانية عاجزة عن دفع رواتب موظفيها. يعتقد قادة النظام في إيران بأن هذه العقوبات قد تؤدي إلى انهيار تام وشامل للاقتصاد الإيراني خلال 6 أشهر يعني القادمة. ابقى معي أستاذ محمد مجيد الأحوازي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ حسين، البعض منخرط في دفاع مستميت عن إيران ينفي مسؤوليتها عن هجوم خليج عمان بحجة أن إيران ليست بتلك الدرجة من الحماقة لكي ترتكب هذه العملية التخريبية أو تقوم بهذا الهجوم، ولكن هناك من يقول بأن ما تقوم به إيران في العراق، في سوريا، في اليمن تعتبر أيضا حماقة سياسية. من أين لكم أن تبعدوا عن إيران هذه الصفة؟ يعني أولا الذي اتهم إيران وليس أفراد، دول عظمى، الولايات المتحدة، بريطانيا أيدت هذا الاتهام.
خلينا نقول المصلحة الإيرانية تقتضي فعل مثل ذلك وإثارة الفوضى وإشعال الحرائق. المتتبع للسياسة الإيرانية يدرك أنها مبنية على إشعال حرائق في المنطقة. لهذا السبب أعتقد أنه ما قامت به إيران وليس حماقة، وإيران ليست بريئة مما جرى. إن لم تكن إيران مباشرة فحلفاء إيران قاموا بهذا الفعل. أنا أعتقد أنه إيران عندما تقوم بمثل هذه الأفعال في مناطقنا في الدول العربية وفي خصوصا في منطقة الخليج وبقية الدول، علينا أن لا نعتمد على الولايات المتحدة في مواجهتها، لأن الولايات المتحدة أنا أكرر أنه هي غير جادة. علينا بإيجاد مشروع عربي لمواجهة إيران، وإلا إحنا سنبقى معتمدين على أمريكا أكثر حتى من معتمدين على الله وعلى شعوبنا، وهذا هو الخطأ الاستراتيجي التي يتبناها العالم العربي. كثير منا أنه منقسم حول قضية إيران، والآخر معتمد على الولايات المتحدة في كبح جماح إيران. والولايات المتحدة جميع تصريحاتها من الرئيس إلى الخارجية إلى الدفاع جميعهم يصرحون بأنهم ليس من مصلحتهم ضرب إيران. آخر تصريح الجيش الأمريكي قال بأنهم ليس من مصلحة الجيش الأمريكي استهداف إيران. طيب، إيران لن تستهدف الولايات المتحدة عبر الأطلسي، تستهدفها في الخليج العربي وتستهدفها في العراق وتستهدفها في الدول الأخرى. لهذا السبب أعتقد أنا كمواطن عربي لا أعتز بهذه السياسة ولا أتشرف بها، وخصوصا يعني محبط مما يقوم به النظام العربي اتجاه إيران باعتماد كليا على أمريكا، وأمريكا يعني غير جادة في مواجهة الولايات المتحدة. هنا ضياع للعالم العربي. أعتقد علينا أن نكون جادين بإيجاد مشروع عربي موحد لمواجهة إيران، وإلا في ظل هذا الوضع الحالي إيران ستبقى تتمدد. إيران اعتمدت سياسة إشعال الحرائق، والخطأ في مواجهة إشعال الحرائق الإيرانية هو إطفاء هذه الحرائق فقط. إطفاء الحرائق لم يجدي نفعاً اتجاه هذه السياسة، لأن هذه الحرائق تكررت إشعالها. لهذا السبب لابد إما إيقاف إشعال الحرائق، أو إن كان لابد فإشعال الحرائق داخل إيران لكي تشغل نفسها في إطفاء هذه الحرائق. والشعب الإيراني هو جاهز لمعارضة هذا النظام، بل هو معارضة منذ أصله، بس فقط يحتاج إلى دعم. والشعوب الإيرانية وليس فقط إيران ليست شعبا واحدا، هناك العرب، هناك البلوش، هناك الأكراد، هناك الفرس نفسهم، معارضة مجاهدي خلق، كل هؤلاء ومتنوعة سياسية عسكرية مجتمعية اقتصادية. إيران تعيش في وضع اقتصادي وعملة منهارة، يحتاج فقط دعم هؤلاء لإشعال الحرائق داخل إيران، أن ذاك إيران ستحترم هذه الدول وتكف عن إشعال الحرائق في المنطقة، وإلا سنبقى نعتمد على الولايات المتحدة في مواجهتها، وهذا خطأ كبير. أنتقل للدكتور عبد الحفيظ المحبوب، أستاذ الجغرافيا السياسية. أستاذ عبد الحفيظ، إيران الآن تعيش وضعا اقتصاديا صعبا، ظروفا صعبة، هناك عقوبات اقتصادية مفروضة عليها، هناك أيضا يعني ما يجري الآن من اتهامات ومن يعني توحيد كلمة ربما دولية ضدها باتهامها بضرب ناقلات النفط واستهداف المصالح الدولية. ترى لماذا لا تستخدم الدول يعني التي أيضا تتهمها إيران الآن بضرب هذه الناقلات كالسعودية والإمارات، لماذا لا تستخدم نفس أسلوب إيران بنقل المعركة إلى الداخل الإيراني، ولا سيما أن هناك الأحواز وهناك الكثير من الأوراق التي يمكن أن يلعب بها من قبل مشروع عربي موحد مثلما تفضل الأستاذ حسين السبعاوي. مختصر الكلام، لماذا نعتمد على الولايات المتحدة في مواجهة إيران عربيا؟ دعني يعني الحوار يعني نوجه وجهة صحيحة. يعني أنا أرد على ضيفك، المملكة العربية السعودية بمجرد ما انتهى الاتفاق النووي 2015 يعني مقابل هذا الاتفاق النووي كان هناك تمدد إيراني في المنطقة، قامت المملكة العربية السعودية شكلت تحالف عربي إسلامي بعاصفة الحزم في اليمن، من قبلها في أرسلت درع الجزيرة إلى البحرين. فالدول العربية الحقيقة ليست غافلة، لكن يعني دعني فقط أصحح أيضا المسار. الولايات المتحدة بعدما تسلم ترامب يعني الحكم، وجد أن الاستراتيجية الأمريكية السابقة أخطأت، وهناك استراتيجية مرحلة جديدة تماشى مع استعادة أمريكا دورها العالمي.
لأن هناك صعود صيني، هناك صعود روسي، تفكك أوروبي، ولذلك الولايات المتحدة تريد إعادة دورة، ولذلك التواجد في المنطقة هنا في منطقة الخليج يجب أن تتواجد الولايات المتحدة لكي تستبق الصين وروسيا، لأن هناك طريقة الحزام الطريق الذي يمر عبر شبه الجزيرة العربية وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منطقة بترول. حتى الآن الولايات المتحدة لا يعني لم تحقق الاستقلال، يعني أن الاستقلال الطاقة لا تزال تستورد نحو 10 ملايين برميل يوميا، تستهلك 20 مليون وتنتج 10 مليون برميل. فإذا المنطقة هذه لا تزال محور الطاقة، يعني لابد أن تتواجد الولايات المتحدة. فإذا الولايات المتحدة هي الآن لا تريد ردع إيران، حتى حينما نقول هل تقوم بهجمات استباقية أو طارئة، لا أبدا، الولايات المتحدة هدفها ردع إيران عن عما تقوم به من تشكيل يعني جزر وميليشيات متنقلة تريد استعادة مصادر قرار عواصم عربية وإلحاقها ببرنامجها. يعني هذا الحقيقة هناك استراتيجية الحقيقة تتقاطع مع المملكة العربية السعودية، وأنت تعرف الآن المملكة العربية السعودية هي الدولة الفاعلة الوحيدة في المنطقة. يعني الآن ترى هناك ثورات في السودان، ثورات في الجزائر، مصر تستعيد عافيتها، سوريا منهارة، العراق وفي وضع في حالة من يعني الوضع المتردد. طيب. يعني الحقيقة هناك تقاطع ما بين الاستراتيجية السعودية والاستراتيجية الأمريكية. طيب، يعني بالانتقال إليك أستاذ حسين، الإعلام الإيراني والإيراني العربي تحدث كثيرا عن تفجيرات الخليج، وكانت هي القنوات حصرا التي أخذت الخبر أول وهلة وتناولته، وقالت إنها ربما تمثل أو بالتأكيد تمثل رسالة للساعين إلى شن حرب على إيران. لكن توالي الهجمات بدأت إيران بإنكار ذلك وإنكار أن تكون هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الهجمات سواء بالفجيرة أو في خليج عمان، واتهمت السعودية والإمارات بذلك. يعني هذه بالبداية تبني الإعلام قضية أنه هناك حرب تشن على إيران، لذلك هناك ردود فعل إيرانية، بينما الحكومة الإيرانية هي تخالف إعلامها. كيف تفسر ذلك؟ يعني معروف عن إيران هي تناقض نفسها بنفسها، وينطبق عليها القول الشهير رمتني بدائها وانسلت. السعودية والإمارات وبقية دول الخليج ليس من ضمن استراتيجيتها ولا سياساتها استهداف إيران، لا في العمق الإيراني ولا في المياه الدولية على الإطلاق، يعني هذا مستبعد جدا، وليس من مصلحتها ذلك، وخصوصا حليفة استراتيجية الولايات المتحدة لن تسمح بذلك. وعلينا أن ندرك أنه عندما حصل هذا الحدث في تفجير خليج عمان، السفن في خليج عمان، جميع القنوات أخذت هذه الصور من القنوات الإيرانية بما فيها الجزيرة والعربية وبقية القنوات، أخذتها كلها من القناة الإيرانية. التصوير الذي بثته الولايات المتحدة والزورق الذي جاء يعني يأخذ اللغمة الغير منفلق، كل هذا وإيران، هذه سياسة إيران معلومة اتهام على الآخرين. وإذا تسمح لي بس أوضح للأستاذ يعني عبد الحفيظ عندما قال أنه أنا لا أتكلم عن دولة واحدة، أنا أتكلم عن مشروع عربي، لا أقصد السعودية أو فلان أو فلان، ولكن اليوم عندما يكون دول الخليج غير موحدة على مستوى دول الخليج كمشروع يعني مجلس التعاون الخليجي، كيف سيواجه أمريكا؟ عندما تدعم المملكة العربية السعودية حلفاء إيران في المنطقة، كيف ستواجه إيران؟ يعني قبل أيام وثامر سبهان موجود في سوريا لدعم قصد، طيب قصد هي مدعومة إيرانيا وأنت تأتي وتدعمها في دولة عربية في مواجهة تركيا. نحن لا نريد أن ندير النقاش إما نشخصنه في قضية السعودية أو نشخصنه في خلافات شخصية، وإنما نتكلم عن مشروع عربي، التحدي على العالم العربي والتحدي إيراني. التحدي الإيراني يجب أن نواجه بمشروع عربي، لا يمكن إيجاد مشروع عربي بدون وحدة عربية.
سواء وحدة خليجية أولاً ومن ثم وحدة عربية. الوحدة العربية هي الغائبة. لا نتكلم عن قضايا فرعية ونضعها في قضايا استراتيجية مهمة. الخلافات العربية اللي موجودة أمام التحدي يجب أن تزول، يجب أن نتجاوزها. ولكن أنت عندما تدعم حلفاء إيران في المنطقة، فبالتالي ماذا ستكون النتيجة؟ كيف ستأتيك النتيجة؟ حلفاء إيران موجودين في لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي مناطق أخرى. لهذا السبب علينا أن نضع سياسة استراتيجية موحدة مشتركة لمواجهة هذا التحدي الذي يستهدف الجميع، لم يستهدف فقط الأنظمة، بل يستهدفنا كشعوب، ويستهدفنا كأرض، ويستهدفنا كهوية، ويستهدفنا كأنظمة. بدون مشروع موحد نبقى نعيش على خلافاتنا العربية ونبرر أخطائنا، وهذا ستمضي إيران بإشعال حرائق في المنطقة. إن سلمنا اليوم فلن نسلم في العام القادم، وهكذا تتمدد إيران في المنطقة العربية. نعم. نتيجة خلافات. سنعود إلى الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، ولكن عاد إلينا الأستاذ محمد مجيد الأحوازي الكاتب الصحفي بعد أن انقطع الاتصال به. أستاذ محمد، يعني الأمريكيون في كل مرة، يعني عندما تقوم إيران بعملية تخريبية، عقب كل عمل تخريبي يتهمون إيران ويهددون النظام الإيراني، ولكن بعد ذلك يبدون استعدادهم للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض. يعني لماذا الأمريكيون دائما ما يستخدمون القنابل الصوتية مع إيران؟ طبعا لا توجد دولة تريد تشن هجوم عسكري أو تدخل في حرب وتقول أنه أنا أريد أحارب هذه الدولة وأهاجم هذه الدولة وأريد أن أدخل في حرب مع تلك الدولة. الآن الخطاب الأمريكي طبعا أنا أعتقد أنه السياسة الأمريكية الحالية في حال لا توجد أي مفاوضات واستمرار للعقوبات الاقتصادية على إيران، هذه أفضل سياسة يمكن أن تستمر فيها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هنالك مخاوف بأنه في حال خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قد تعود الولايات المتحدة لترفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وترجع نفس القنوات الدبلوماسية اللي كانت في ظل ظريف وكيري موجودة تعود مرة أخرى. هذه مخاوف حقيقية لدى دول الخليج صراحة، لدى السعودية والإمارات والكويت وحتى الدول الأخرى، لأن السعودية الآن والإمارات والدول الخليجية الأخرى تريد تحسم الملف الإيراني في ظل وجود ترامب، لأن لا توجد ضمانات صراحة بعد نهاية سياسة ترامب، لا توجد ضمانات قبل الأمريكان لمواجهة المد والنفوذ والتوسع والتدخلات الإيرانية. الموقف الأوروبي صراحة موقف داعم لإيران، ونرى بأن هنالك معارضة شديدة وقوية من قبل الألمان والفرنسيين لسياسة ترامب تجاه إيران. وفي حال تغير الفريق البيت الأبيض، بومبيو وبورتون، قد تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران. لذلك دول الخليج تريد أن تحسم الملف الإيراني في ظل ولاية ترامب ورئاسة ترامب. ولكن انه هنالك من يقول، المتحدث الكريم في الاستوديو، بانه يعني هنالك نوعا ما يعني تآمر امريكي. صحيح كان تآمر امريكي موجود وتآمر ايراني موجود ما بين هذين الدولتين في احتلال العراق وافغانستان وحتى في سوريا. يعني اوباما تنازل عن الملف السوري لإبرام صفقة الاتفاق النووي. إذا أيضا يعني من تداعيات هذا الموضوع أن هناك من يرى بأن استهداف ناقلات النفط في خليج عمان له تداعياته أيضا على المصالح الدولية إقليميا ودوليا. هناك الهجمات قد تؤدي أيضا إلى تخلي الأوروبيين حلفاء إيران عنها. يعني في هذا الموضوع سوف نتحدث به بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود نكمل الحوار، كونوا معنا.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نصدد في هذه الحلقة على قراءة في التصعيد الأمريكي ضد إيران بعد استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، وهناك اتهامات أمريكية وكذلك اتهامات بريطانية لإيران. يعني الحكومة البريطانية تحدثت أن إيران من يقف وراء الهجمات الأخيرة، وهناك من يرى أن الحكومة البريطانية الآن أعلنت وبشكل جلي استفافها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن كانت إيران تعتمد على حلفاء أوروبيين على ما جرى فيما بعد الاتفاق النووي الإيراني. بالعودة إليك أستاذ عبد الحفيظ المحبوب، أستاذ الجغرافيا السياسية، يعني من وجهة نظرك الآن في ظل عدم وجود مشروع عربي موحد لمواجهة إيران، والحال هكذا والنفط العربي أو يستهدف من قبل إيران، الناقلات النفطية المستهدفة، هناك يعني سيادة أمريكية على المنطقة، كيف يمكن لمشروع عربي أن يقوم في حين أن الآن بحسب ما تحدث الأستاذ حسين السبعاوي نفتقد إلى جميع العوامل وجميع الأدوات لقيام هذا المشروع؟ الحقيقة يعني الدول العربية دول يعني كما أنت ترى الثورات الربيع العربي والآن الموجة الثانية من الثورات، الدول العربية لا تمتلك يعني ركيزة أو استراتيجية حقيقة يجب أن نعترف بذلك، لكني دعني يعني أؤكد يعني نعم هناك فقط توضيح يعني أو نقطة أريد أن أضيفها، ألا يعد النفط مثلا مصدرا قويا وكبيرا يمكن المساومة به وممكن الحصول به على الأمن والسلم؟ أستاذ دكتور سمير، نعم أستاذ، لم تعد نافعة في وقتنا الحاضر، لكن دعني أنتقل أن الولايات المتحدة تريد استثمار هذه التفجيرات في حشد كما ذكرت أنت قبل قليل، هناك انقسام دولي خصوصا الأوروبي الروسي الصيني، لكن تريد الولايات المتحدة أن تستثمر هذه التفجيرات أفضل استثمار في حشد الرأي العالمي والتوجه نحو مجلس الأمن، لأن الحقيقة لو توجه الآن لمجلس الأمن هناك القرار الروسي الصيني جاهز، لكنها هي تريد حشد المجتمع الدولي. رغم ذلك هناك الحقيقة تعيش إيران حالة من العزل عربيا وإسلاميا ودوليا، خصوصا بعد القمم الثلاثة التي عقدتها المملكة العربية السعودية. هذه هنا القوة الناعمة التي نحن نتحدث عنها. ضيفك الأستاذ حسين يعني ذكر لا توجد هناك استراتيجية عربية، نعم، لكن المملكة العربية السعودية وأنا أرد عليك أيضا بديلا لاستخدام ورقة النفط، قوة ناعمة أقوى من ورقة النفط، وهي القمم الثلاثة التي عقدتها المملكة العربية السعودية حالة استقرار ووضعت إيران في حالة من العزلة. أصبحت إيران الآن ضد العالم، ضد إيران الآن، يعني ما عدا روسيا. ابقى معي دكتور عبد الحفيظ المحبوب لو سمحت، بالعودة إليك أستاذ حسين السبعاوي. الكثير من الأمور يعني هناك الكثير من الأحداث والتطورات حصلت، الحكومة البريطانية تقول إن إيران من يقف وراء الهجمات الأخيرة في إشارة منها إلى أنها اصطفت إلى الجانب الأمريكي، في حين أن الغرب أو أوروبا كانت يعني حليفة لإيران على غرار الاتفاق النووي الإيراني وما بعده. إلى أي مدى تعتقد أنه ربما باستهدافات أو بهجمات ربما متوقعة أخرى ستفقد إيران حليفها الأوروبي؟ لا، أوروبا لا تفقد، لا يعني تخسر إيران من أجل العرب، علينا أن ندرك هذه.
أوروبا وأمريكا تختلف مع إيران كدولة نووية، لا تريد لإيران أن تكون دولة نووية، لا تريد لإيران أن تقوم بتصنيع أسلحة صاروخية بعيدة المدى تحمل رؤوسنا. هذا الخلاف الرئيس الاستراتيجي ما بين أوروبا وأمريكا وما بين إيران، غير ذلك كله مدعوما أوروبيا وأمريكيا. ولكن يعني الآن وخلال هذه المرحلة إيران الآن في موقف يعني يصفه البعض أنه لا تحسد عليها. الآن إيران تتحدث عن موضوع تسريع تخضيب اليورانيوم، أنها ستباشر بعملية التسريع من جديد، ألا يعتبر هذا تحديا؟ لا، هذا ابتزاز. إيران لن تقوم بهذا الفعل. شوف، لاحظ التناقضات الإيرانية. قبل أسبوع الخامنئي قال بأنه تصنيع النووي يعتبر حرام. لا، إذا كان التصنيع النووي حرام، إذن لماذا اتفاق 2015؟ ولماذا هذا القادم؟ هل أنت لأنه موجود عندك نووي يعني سلمي؟ لا جواب له. اليوم يتكلم عن تخصيب اليورانيوم، وقد يجوز يتكلم عن درجة أعلى. لهذا سبب تناقضات إيران. إيران تريد من النووي اللي عندها هو للتفاوض وللمساومة على المنطقة العربية، وكذلك أوروبا وأمريكا لا تريد لإيران أن تكون دولة نووية. أنا منذ صرح طبعا الخامنئي وسلطة الأعلى في الدولة، منذ صرح وقال بأنه النووي حرام في الإسلام، طبعا هذا رأيهم، يعني إحنا هو سابقا ما كان حرام، اليوم حرام، قد يجوز بعد أسبوع مو حرام. مو هذا قصدي، قصدي أنه إيران تريد من النووي أن تفاوض مع القوى الدولية لكي تكمل مشروعها، والدول الأخرى تغض الطرف عن في التمدد في المنطقة العربية، وهناك انقسام عربي، فبالتالي هذا كله وارد. وفي حال اتفقت، والخلاف الأوروبي الأمريكي مع إيران ليس خلاف في جوهر 2015، اتفاق 2015، وإنما الخلاف عندما لم يعترف ترامب بهذا الاتفاق وانسحب منه، لأن في الاتفاق الأول أغلب الشركات الأوروبية هي من دخلت إلى إيران، وعندما انسحب ترامب ما الذي حصل؟ انسحبت هذه الشركات. ترامب يريد اتفاقا أن تدخل فيه الشركات الأمريكية بدل الأوروبية. في حال أي اتفاق، وهذا هو الذي أرجحه، بأنه إيران ستذهب إلى اتفاق في اللحظات الحرجة مع الولايات المتحدة اتفاقا جديدا ومع المجتمع الدولي، ولكن في الاتفاق الجديد ستكون الخاسر فيها العالم العربي والأوروبي. أوروبا ستخسر شركات التي خرجت من إيران ولن تعود، والعالم العربي سيخسر، لأن إيران ستأتي سيطلق نفطها وتأتي الموارد المجمدة واقتصادها يعاد تحسينه، ومن ثم تبدأ في إشعال حرائق، وتبدأ من خلال جيوبها وميليشياتها وحواضنها اللي موجودة داخل الدول العربية لإثارة المشاكل في العالم العربي. وحقيقة العالم العربي غير محصن، غير محصن بمشروع، وأكرر هذا الكلام، هو غير محصن. نعم. أستاذ محمد مجيد الأحوازي، هل تتوقع المزيد من الهجمات في ضوء هذا الإصرار الإيراني وهذا التحدي في التصريحات؟ يتحدث محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني عن أن هناك دبلوماسية تخريب، وهناك يعني مؤامرة من البعض على إيران. نعم، لكن أنا عندي تعليق بسيط على مداخلة أحد ضيوفك، وأنه بأن إيران ستدخل في مفاوضات جديدة وسيكون هناك اتفاق نووي جديد بين أمريكا وإيران. أنا أعتقد أنه لن تكون هناك أي مفاوضات في المرحلة الحالية، وأقل تقدير في ظل رئاسة ترامب، لأن الشروط التي وضعها ترامب شروط قاتلة. يعني تطبيق هذه الشروط، ولو كانت إيران نووية، سينهار النظام الإيراني، لأن قوة النظام الإيراني بأذرعته الخارجية في ميليشيات الموجودة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، والشروط التي وضعتها أمريكا هو أن تسحب إيران دعمها وميليشياتها، وتسحب تأييدها لحزب الله ولكل الميليشيات في العراق وفي اليمن والمناطق الأخرى، المناطق العربية الأخرى. و أيضا هنالك شروط أخرى وضعتها أمريكا، بأنه إيران لا يحق لها إلى الأبد أن تخصب اليورانيوم داخل إيران. يعني جميع اليورانيوم المخصب سيباع على إيران وتستخدم إيران في منشآتها ومفاعلاتها. ولكن اتفاق أوباما حتى عام 2000
2020 2030 سيكون يحق لإيران أن تخصب اليورانيوم لدرجات أعلى ولكميات أكبر. فلن تكون هنالك مفاوضات أمريكية إيرانية في الوقت الحاضر. طيب تتوقع ولكن تكون هناك نعم أستاذ محمد، يعني سألتك هل تتوقع أن تكون هناك هجمات أخرى ربما في منطقة الخليج، لا سيما في ضوء يعني التصريحات يعني التي حملت صفة التحدي من قبل النظام الإيراني ومسؤولين الإيرانيين؟ يعني إيران تدرك تماما الآن عامل الوقت ليس بصالحها. يعني في العهد السابق كانت إيران تلعب على عامل الوقت ونجحت في ذلك، ولكن الآن ليس بصالحها. لذلك نجد ذلك تسارع وتيرة الهجمات الإيرانية في اليمن، لأول مرة يستخدم الحوثي صواريخ كروز، في العراق تستدعي السفارة الأمريكية، الهجومين على ناقلات النفط في الخليج. بكل تأكيد بأن هذه الهجمات وتسارع هذه الهجمات المبالغ فيها صراحة، يعني إيران تبالغ لأن تريد ردة فعل أمريكية، فبكل تأكيد إيران ستستمر في هذه الهجمات، ستستمر في استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يعتقد الإيرانيون بأنه في حال وجه الضربة لهم ستكون ضربة محدودة ويحققون أهدافهم التي وضعوها لمواجهة العقوبات الأمريكية من خلال هذه الضربة، ويتم القضاء على أي حراك داخل إيران. يعني الإيرانيين الآن يعتقدون بأنه هذه العقوبات ستحرك الشارع الإيراني، في حال حدث ضربة عسكرية هذا الخيار وهذا التهديد سيزول، والضربة العسكرية ستكون محدودة لا تؤثر على النظام. فالإيرانيين ما عندهم مشكلة يدخلون في حرب يعني محدودة ويخرجون منها النظام يخرج منها سالم ويبقى النظام مستمر. نعم شكرا لك. عفوا أستاذ محمد، سأنتقل للدكتور عبد الحفيظ المحبوب أستاذ الجغرافيا السياسية. أستاذ عبد الحفيظ، الهجمات الإيرانية هذه هل يمكن توظيفها سعوديا أو عربيا؟ أولا أنا أود أؤكد أن يعني إيران ليس أمامها سوى أن تلعب على عامل حقيقة. ترامب أكد الآن قال لا إيران ولا أمريكا مستعدة للحوار، لكن أنا أعتقد الآن الولايات المتحدة تلعب على قصقصة أجنحة إيران، حزب الله، الحوثيين، وهذا الذي يصب في صالح المملكة العربية السعودية، الميليشيات في العراق. أنا أعتقد أي هجمات أخرى ستكون في صالح الولايات المتحدة وصالح دول المنطقة، المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وليس في صالح إيران. أنا أعتقد أي هجمات أخرى جديدة بالعكس ستؤلب دول العالم، وهو ما تريده الولايات المتحدة في حشد الرأي العالمي. لا تريد إنشاء تحالفات على غرار التحالف الذي أنشأت الولايات المتحدة في مواجهة صدام حسين حينما دخل الكويت، لا أبدا. هي تريد تحشيد رأي عالمي من أجل أن تتوجه إلى مجلس الأمن فقط، لكنها الآن هي حتى ما دامت أعلن ترامب الآن هدفه الأساسي هي الانتخابات الأمريكية. الحقيقة لا يريد أن يخسر الانتخابات الأمريكية، ولذلك هو سيعمل على سياسة التأثير المتدرج وسيجر إيران. أنا أعتقد إذا ارتكبت تفجيرات جديدة هي تصب في صالح ترامب الحقيقة، ولن يقوم بأي هجمات يعني جراحية، لأنها ستصب أيضا صالح إيران. بالعكس سيستمر ترامب بسياسة التأثير المتدرج وقصقصة أجنحة حزب الله. والآن شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور عبد الحفيظ المحبوب أستاذ الجغرافيا السياسية. أستاذ حسين، أخيرا يعني أنا أتحدث عن ما يخص الحكومة في العراق تعد حليفة للنظام الإيراني، ولكن هناك تصريحات أو هناك يعني نصيحة أمريكية ربما في وسائل الإعلام عن أن الإدارة الأمريكية تنصح الحكومة في العراق أن لا تدافع عن النظام الإيراني، كيف تقرأ ذلك؟ يا سيدي الأمريكان، علينا أن لا نبني تحليلاتنا على ما يقولون، نبني تحليلاتنا على ما يفعلون وعلى مآلات الأمور. الحكومة العراقية لا يمكن تشكيل حكومة في العراق بدون التوافق الأمريكي الإيراني. ما هذا النصائح
والخلافات الإعلامية ما بين إيران وأمريكا، وأمريكا تنصح الحكومة العراقية كأنما الحكومة العراقية هي تستطيع أن تمنع النفوذ الإيراني وتحد منه أو تدخل في مواجهة مع النظام الإيراني، وهي تدرك أن لا يمكن تشكيل حكومة عراقية بدون التوافق كلاهما هؤلاء الاثنين معا، إيران وأمريكا، ولم يكن دورا لإيران لولا الرضا الأمريكي، وهذا معلوم. وقد ونحن نكرر أن نقول هناك توافقا أمريكيا إيرانيا على العراق، لا نبني تحليلاتنا على ما يقولون بل على ما يفعلون وعلى مآلات الأمور. ثانيا، هؤلاء الناس ينطلقون في سياسات من منطلقات فكرية عقائدية، كل حزب أو دولة تنطلق في سياستها في أدائها السياسي من منطلق فكري عقائدي لا يمكن احتواه ولا يمكن أن تصدقها، خصوصا إذا تتبنى التقية وإلى آخره. لهذا السبب لا نبني كل تحليلاتنا على ما يقولون، اذهب على ما يفعلون وتجد التناقض كاملا. البعض يتساءل لماذا يعني هو منخرط في دفاع مستميت عن إيران وينفي هو بدوره مسؤولية إيران عن استهداف ناقلات أو ناقلتي النفط في خليج عمان؟ يعني أنا أعتقد غلطان كل من يقول أنه أن يدافع عن إيران، إيران عدو استراتيجي للأمة كما الكيان الصهيوني أيضا عدو. هناك خلافا عربيا الآن وبدأ يشق الصف العربي ونخب العربي بل حتى الأنظمة العربية، هذا الخلاف أدى إلى أنه إن تعادي إيران تقبل بالصهاينة وإن تقبل بالصهاينة تعادي إيران، هذه الازدواجية مرفوضة، كلاهما عدو للمنطقة، لا يمكن أن ندافع عن إيران وهي محتلة 4 عواصم، كذلك لا يمكن أن نطبع مع الكيان الصهيوني وهي تحتل القدس. هذه الازدواجية وهذا التشتت العربي نتيجة غياب المشروع العربي الذي ذكرت، لو كان هناك مشروع عربي ستجد الشعب العربي موحدا اتجاه هذا المشروع ويعرف مهمته ويعرف أهدافه. غياب هذا المشروع جعل واحد يدافع عن إيران باعتبارها يعني هي دولة حنون، والآخر يدافع عن الصهاينة بأنهم احتلوا العاصمة وهؤلاء احتلوا 4، وكأنما العواصم العربية والإسلامية هي يعني مباحة للجميع. هذا حقيقة التمزق العربي هو نتيجة غياب المشروع العربي، والمشروع العربي نتيجة سببه غياب الوحدة العربية، وأعتقد هذه ستستمر وإيران تبقى تتمدد في المنطقة. في ختام هذه الحلقة أشكر الأستاذ حسين السبعاوي الباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا لك دكتور عبد الحفيظ المحبوب أستاذ الجغرافيا السياسية في مكة المكرمة، وأيضا شكرا لك أستاذ محمد مجيد الأحوازي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. إذن مشاهدينا الكرام، كنا في قراءة في التصعيد الأمريكي ضد إيران، نشكر لكم طيبة وحسن المتابعة وإلى اللقاء.